فترة طويلة كده بنعمل ريفيوز ونشرات وحاجات كده معقدة، فخلينا كده نلعب شوية النهارده. النهارده يا جماعة معانا فيديو هنلعب فيه حرفيا، انا هقعد العب النهارده فيديو جيمنج على بلو ستاكس. الفيديو يا جماعة سبونسرد باي بلو ستاكس، وفكرة الابلكيشن بتاعتهم روشة جدا. فكرة بكل اختصار انك لو مثلا مش عايز تلعب على موبايلك ان هو شاشته صغيرة، او موبايلك مثلا مش بالقوة الكافية ان هو يشغل العاب تقيلة زي PUBG او اسفلت 9، ممكن تعمل كل الحاجات دي عن طريق اللابتوب او البي سي بتاعك. من غير اي كلام كتير كده خلينا ندخل على الويب سايت على طول bluestacks.com ونبدا بتحميل بلو ستاكس. بصراحه حاجه عجبتني شويه ان هو بلو ستاكس اول مره يدعم اللغه العربيه، هو في بلو ستاكس الفيرجن الرابع اللي هو ده. خلينا نبدا نحمله، وهو كبير شويه حوالي نص جيجا، فنرجع لكم بعد شويه. 1 hour later. بعد نص ساعه تحميل فتحنا بلو ستاكس، بعد كده نقول له يس اللي هو خلاص انا متاكد ان الابلكيشن ده امن ومش عارف ايه. خلينا نقفل كل الحاجات دي. بعد كده بكل سهوله اول ما يفتح نقول له انستول ناو، ابدا التسطيب. هياخد له فتره طويله عشان هو برنامج طويل. انت حرفيا بتسطب نظام اندرويد كامل على اللابتوب بتاعك، ويعني نصيحه يكون مثلا عندك مساحه على الاقل 4 جيجا 5 جيجا في الهارد بتاعك عشان هو ينزل بسهوله. يعني اقول لكم يا جماعه كده في النص حاجه لطيفه قبل ما ينزل. انت عارفين يا جماعه اول فيديو تكنولوجي عملوه على القناه كان ايه؟ كان عن بلو ستاكس. ما كانش سبونسر، ما كانش اي حاجه، كنت انا بحب اللي هو كانت فكره ايه ده ازاي تشغل برامج اندرويد. كان معايا لابتوب ساعتها كان قوي شويه، والموبايل كان معايا كان HTC وايلد فاير اس، موبايل كده كان ب 400 جنيه، 418 ميجا بايت رامات، وكان المساحه الداخليه بتاعته كانت 140 ميجا بايت، وكان كل اصحابي كانوا بينزلوا ابلكيشنز الثقيله والالعاب، وانا كنت شايف انزل اي حاجه. فبصراحه كان الاختراع ده كان ساعتها كان ممكن تنزل اندرويد على البي سي بتاعك وتقعد تلعب عليه وكده. فكان اول فيديو تكنولوجيا على القناه عندي كان فيديو لبلو ستاكس. بصراحة احساس كده بالزمن هو بيرجع تاني كده، وانا بسطبه بفتكر كده ايام ما كنت بعمل فيديو الاولاني دي. بس الدنيا اختلفت صدقوني، بقى في اضاءه وكاميرات ومايك وحاجات. شكرا يا جماعه كل الشخص فيكم اشترك في القناه يخلي الحاجات دي موجوده، ميرسي. خلينا نكمل. اول مره بتسطب فيها برنامج بيطلب منك تدخل جوجل اكونت بتاعك والباسورد عشان هو ده نظام اندرويد كامل. وبعد كده بقى خلينا ندخل على البلاي ستور. خلينا مثلا نجرب لعبه زي ايه ده، ده انا ممكن انزل ديزل وممكن انزل اسفلت خلينا نجرب تمبل ران. اللعبه دي انا بلعبها تقريبا على كل المباريات اللي انا بنزلها، بعشقها بصراحه. يقول لك جامب دبليو سلايد اس فوق تحت يمين وشمال. انا 16 سنه يا باشا، يلا انا موافق على كل حاجه. سموث، ناعمه جدا الجرافيكس دي، نايس. ده سموث جدا، واو. ده انا ممكن اجيب هنا هاي سكور فعلا. يعني بصراحه انا شايف ده حل ممتاز مثلا لو انت عايز تلعب العاب تقيله وعايز تشغل ابلكيشنز تقيله بتاعه موبايل، مش في دماغك انك تشتري موبايل قوي مثلا، وعايز تلعب العاب تقيله مثلا PUBG وعندك لابتوب قوي او بي سي قوي يقدر يشغل. وكمان كل ده يا جماعه على لابتوب، يعني انا متخيل كمان انا لو عملتها على البي سي اللي ورا الدنيا هتكون احسن بكتير من اللابتوب كمان، يعني عشان اللابتوب ده يعتبر مش قوي زي البي سي. بصراحة في حاجات كتير قوي عجباني في بلو ستاكس مخليها تقريبا الايميوليتور الوحيد اللي فيه فيتشرز دي. اهمها مثلا بالنسبه لي لو رحنا مثلا للسيتنجز، بعد كده نقدر نختار الريزولوشن اللي احنا عايزين نلعب عليه. مثلا الشاشه دي 4K، انا ممكن اختار ان العب العاب على 4K، حاجه اصلا مش موجوده على ولا موبايل، ممكن هي تتعمل في بي سي. برده لو انت اللابتوب بتاعك ضعيف او الكمبيوتر بتاعك ضعيف، ممكن تقلل الدي بي اي اللي هو الريزولوشنز بتاعت اللعبه، تقللها بحيث اللعبه تشتغل سلسه اكتر. وبرده على حسب نوع كارت الشاشه اللي عندك، انت ممكن تختار مثلا اللي هو دايركت اكس لو انت عندك نيفيديا، او اوبن جي ال لو انت بتستخدم اي ام دي. دي حاجه كويسه جدا. برده ممكن تختار كميه البروسيسورز، مثلا بروسيسور اللابتوب فيه 4 كور و8 ثريدز، فانا اقدر اختار اي من الثمانيه دول. لو اخترت الثمانيه كلهم البلو ستاكس ده هيشتغل سموز وحلو جدا، وهيكون اداؤه احسن كمان. واقدر احدد كميه الرامات على حسب كميه القدرات البي سي اللي عندك، تقدر تتحكم في كل تفصيله من السيتنجز هنا. تقريبا الفيتشر الاحلى اللي بصراحه بدات تعجبني في الابلكيشنز اللي بتكون من صنع مش عربي، ان هو بداوا يهتموا ان هم يحطوا لغه عربيه. بصراحه حاجه حلوه جدا، كل صوره ممكن تختار العربيه مصر، وكل حاجه في الابلكيشن بتبقى بالعربي، جوه الابلكيشنز النظام نفسه كل دايسه انت تدوس عليها بتبقى باللغه العربيه. بصراحه حاجه مبهره جدا اللي احنا بنشوف الموضوع ده. انا بصراحه مش متعود قوي على العربي، فممكن اقلبه انجلش، لكن في ناس كتير قوي العربي ده لغه اساسيه بالنسبه لها، فحاجه حلوه جدا بصراحه. وطولت مع يا جماعه في السيتنجز، هندخل نلعب الالعاب دي. بس اخر فيتشر فعلا عجبتني هنا قوي، وهي انك ممكن تعمل باك اب من الابلكيشن على البي سي او على اللابتوب بتاعك، بحيث ان انت ممكن ترجع في اي وقت لو انت لغيت بلو ستاكس، ترجع البلو ستاكس بنفس الابلكيشنز اللي كانت متسطبه من غير ما تحتاج ان انت تنزلهم كل مره.
كل ده عن طريق انك ممكن تعمل باك اب او ممكن تلغي الابلكيشن تعمل له ريسيت. كل الحاجات دي موجوده هنا. خلينا بقى ننهي كل دول. واخيرا يا جماعه ببجي نزلت، خلينا نفتح على طول. بصراحه متحمس قوي للعبه دي ومتحمس ان انا اجربها. تجربه اللعب على لابتوب او على بي سي هيكون الاداء افضل كتير جدا من اقوى موبايل ممكن تتخيله. هو اوتوماتيكلي فتح لي اللعبه هنا. عجبني هنا اول ما تفتح لعبه ببجي مثلا بيقول لك المودز المختلفه اللي انت ممكن تستخدم فيها كيبورد، بمعنى انك ممكن تخيل مثلا الشوتينج هو الليفت كليك بتاع الماوس، دي حاجه طبيعيه، ولكن التحرك انت ممكن تغيره زي ما انت عايز. مثلا عايز اتحرك ب W A S D او الاسهم او ايا كان نوع الحركه، حاجه كويس قوي. لا ممكن اختار نوع الحركه من جوه الابلكيشن هنا. الحلو بقى هنا انك ممكن تدخل على السيتنجز من جوه باب جي في الايميوليتور ده وكده تقول له جرافيكس، وحرفيا انت ممكن تفتح كل حاجه على كل حاجه اتش دي الترا. هي مش شغاله برده هنا الترا بس على حاجه. اوكي انت برنس، هي اصلا هتبقى شغاله سريعه وكل حاجه طبيعيه. ستارت، مفيش اي مشكله عندك في التهنيج. كمبيوتر يا معلم، بتلعب لعبه موبايل بامكانيات كمبيوتر. هاي جايز، لو ما بيردوش ليه؟ هو الباشا ما نطش ليه؟ احنا وصلنا للبتاع. ايه المنظر ده؟ يعني ما تلبس حاجه يعني ايه ده؟ ما شاء الله مشهد رائع. انا مركز عليه دلوقتي، مشهد خرافي. اها انت ده هيوديها السكول، بيهبط جوه المدرسه يعني، ده اذكى مخاليق ربنا. عارفين السكول ده يعني ايه؟ الناس كلها بتلبس فيه. هتبقى وحش قوي لو خسرت اول ما نزلت. ان شاء الله مش هتحصل. بس هو منزلنا في المدرسه يعني، هتلاقي واحد داخل لي بطمنجه دلوقتي موت. انت متخيل على انت بتلعب؟ انت حرفيا بتلعب على 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 ايميليتور. باب جي على ايميليتور، حاجه زي كده اصلا بتبقى تقيله يعني بغباوه. كون هي تشتغل اصلا على لابتوب لحد ما يعتبر قديم نسبيا، سنتين او ثلاث سنين، باب جي لعبه كده، دي حاجه مش سهله تماما يعني. هي في بعض التقطيعات، ولكن ده برضو لابتوب يعني نزل من سنتين يعني. ايه ده مين بيضرب؟ لا 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 مش عايز اموت، مش عايز اموت، مش عايز اموت، مش عايز اموت، مش عايز اموت. انت فين؟ لا 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 لا. ده كان فيديو النهارده يا جماعه، فيديو خفيف كده ومختلف. ان شاء الله بكره هتنزل النشره، وهنبدا ننزل كده فيديوهات بنظام الفتره اللي جايه في حاجات كده سلاسل جديده مختلفه. متحمس جدا جدا انكم تشوفوها. ما تنسوش برده فيديو بلاك فرايداي تاني هينزل خلال الاسبوع ده، في كميه حاجات كتيره تنزل. تكونوا شايفين القناه، شوفوا الحاجات دي. اشوفكم في الفيديو.